عايز اقول لك على مدار 3 ايام جال استفسارات خطيره بنسبه 85 90% عما يدور بين الازواج. زوجه بتشتكي ان جوزي بيعرف واحده، جوزي بيتكلم واحده على الفيسبوك جوزي. هل الخصوصيه بقى، وسمعنا الفتاوى انه ليس من حق المراه ان تفتش في هاتف زوجها ومش عارف ايه، لكن لما تقعدي مع نفسك تجد ان الامر بقى فوق الطاقه. انا هقول كلام انا مسؤول عنه، اول ما بتيجي بيتي اعمل باسورد للتليفون بتاعي يبقى في حاجه غلط. يعني انا او حضرتك، اول ما لا لا تحط ثواني، التليفون بصي على بصي وشه بصي اهو اهو والله الكاميرا دي معايا اهو هتقولنا اهو الموبايل. اهو، انا اقفل على طول بفتح على طول اهو، وطول ما انا قاعد تليفوني في المكتب تليفوني بتاع مش عارف زي ما هو كده. اول ما ابتدي اعمل باسورد للتليفون بتاعي يبقى في حاجه غلط، غصب عن المراه بتشك، غصب عن المرأة بتشك. بس هو طبعا عشان ما نقولش بس الستات اللي هي شافت ان جوزها عمل باسورد، احيانا بنبقى عاملين الباسورد تأمين للموبايل لو اتسرق، لا هي المرأة والرجل بيبقوا لكن هو فاهمين عدم الثقة. بس بالظبط، هي عدم الثقة بالظبط. برافو عليك. ومن ضمن ابتلينا الحاجات اللي بتتكتب ابتلينا برضو اللي هي بتسبب، والله العظيم بتسبب مشاكل داخل البيوت، لما ينزل بوست مثلا اول ما جوز، وهم هزار يعني، اول ما تلاقي جوزك حط الموبايل كده اعرفي لا لا انه لا مستني لا مسج بصي، احنا ومستني ابتلينا بمرض مكالمة اسمه الفيسبوك، ومستني. محدش بيعرف يستخدمه صح. هو بيجي لك سائل يقول لك والله انا ما بعملش حاجه غلط، انا بس بنتكلم. طب بنتكلم في اطار ايه؟ هي الفكره بقى، انت بتتكلم في دي حياتي الخاصه. اذا كان الشرع او اذا كنا احنا كمشايخ بنقول ليس من حق الزوجه ان تفتش في هاتف زوجها، لابد ان يكون الزوج على قدر الثقه والمسؤوليه دي، ولابد ان الزوج يفهم ان احنا قلنا له من حقك انك تشوف هاتف زوجتك لسبب انك انت المقوم. يعني انت اللي بتقولها ده صح وده غلط، فما ينفعش يبقى المقوم غلطان، اللي بيقول بيوجه ده صح وده غلط ويحاول ياخد لنفسه الحق ده. فالفكره ان الاسلام لما تكلم في العلاقه الزوجيه كانت العلاقه الزوجيه مش اتنين ابدا. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ليه؟ لتسكنوا اليها. يعني هي سكن له وهو سكن له. بنشوف اللي بيحصل اليومين دول بلاوي. ليه البلاوي؟ لان ابتلينا بفساد اخلاق، ابتلينا بسوء اخلاق، ابتلينا ان احنا خلاص خراب زمن. انا مش عجباني مراتي. مش عجبك مراتك، اتجوز في الحلال وتبقى معروفه ان دي مراتك.